يقول الواحد منا بانقضاء العام زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن بقاءه في الدنيا قد نقص سنة، فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه لا يعود. فالأعوام عباد الله إنما هي خطوات، إنما هي خطوات نمشيها إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني إلى الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأجل يا عباد الله إذا جاء ليس فيه إنذار ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، عباد الله، معاشر الضعفاء، معاشر الفقراء إلى ربكم، إن مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام يذكركم باليقين الذي يتناساه بعضنا، يذكركم بالموت. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وتذكرنا الموت يا عباد الله إنما هو علامة خير فينا، ليس لتفسد علينا حياتنا، وليس لتشقى نفوسنا، وإنما لننتبه إلى آخرتنا، فنستعد لموتنا بما يرضي ربنا، ونكون من أبناء الآخرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرًا.